استوقفني هذا الطائر الجميل يريد أن أبتعد عن هذا المكان، يطلق بعض الصراخات ويستنجد بي كي أبتعد. أدركت عندها أن لهذا العصفور عش بالقرب مني، فبدأت أبحث عنه وأراقب تحركات هذا العصفور، حتى فعلا وجدت أن هناك عش يقوم ببنائه عند بوابة منزلي. أعشاش الطيور هي المكان الذي يعيش فيه الطائر ويلجأ إليه في رحلته للراحة ووضع البيض أو لإطعام صغارها، ولكل طائر عش مختلف عن غيره، وتقوم الطيور ببناء أعشاشها في الشقوق الصخرية وأخرى في الأشجار، والبعض منها تبني أعشاشها داخل الحفر في الأرض أو على سطح الأرض. تلجأ بعض الطيور إلى عمل تجويف أو حفرة في جذوع الأشجار الكبيرة كما يفعل نقار الخشب. فمن أنواع الأعشاش العش المحفور، والتي تقوم النعام والنورس والصقور والسمان والحجل والنسور ببناء هذا العش المحفور، وهو حفرة عميقة في الأرض لوضع البيض فيها. إن بناء العش للطيور هو غريزة خلقها الله، كما سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، أوحى إلى الطيور بناء أعشاشها. ويدرك الطائر ضرورة العش ويحاول بناءه بنفسه، وفي كل مرة يكتسب خبرة ومهارات جديدة في البناء، ويختار مواد البناء حسب نوع الطائر والبيئة المحيطة به والمكان الذي سيبني فيه العش. يمكن للطائر أن يستخدم العشب والريش والأوراق والأغصان والطحالب والعصي والطين والحصى وفراء الحيوانات وجلد الثعبان والبلاستيك وغيرها من الأدوات. وربطت بخير فادي حداد.